ليس الهجوم الأول، لكن العيار مختلف هذه المرة. هجوم إسرائيلي دام في العاصمة السورية دمشق استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة وسواه بالأرض، بينما بقي مبنى السفارة سليما. وفي المبنى الدبلوماسي قتل عسكريون ودبلوماسيون على رأسهم 7 من ضباط الحرس الثوري، يتقدمهم القيادي في فيلق القدس الجنرال محمد رضا زاهدي ونائبه الجنرال محمد هادي حاج رحيمي. ضربة قاسمة للوجود الإيراني في سوريا، تمثل تصعيدا غير مسبوق في نوعية الاستهدافات في الأماكن والشخصيات، إذ يبدو أن الضربة كانت تستهدف بشكل أساسي الجنرال زاهدي الذي نعاه الحرس الثوري. زاهدي كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا، وشغل منصب قائد قوة النخبة بفيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016. كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن متحدث باسم حزب الله تأكيد مقتل عضو بالحزب يدعى حسين يوسف في الهجوم. قوبل الهجوم بتنديد ووعيد من إيران وحزب الله، كما وصفته الحكومة السورية بالجبان، قائلة إنه لن ينجح في إحداث أزمة بعلاقاتها مع طهران. شعبنا تعود أن يرد على مثل هذه الاعتداءات الجبانة، وأن يثبت للإنسانية أن هذه الاعتداءات لا يمكن إلا أن تواجه بمزيد من الصمود وبمزيد من دعم الشعب الفلسطيني. لم تعلق إسرائيل على الهجوم كعادتها، وتأكيدا لهذا الموقف نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه لا تعليق على المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية. وتتالت الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وخلال هذا الأسبوع وحده نفذت 3 ضربات في دمشق وحلب، خلفت إحداها عشرات القتلى والمصابين في حلب. هذه الاستهدافات جاءت امتدادا لسلسلة من العمليات قتل فيها عدد من القيادات العسكرية الإيرانية خلال السنوات الماضية، وكانت سوريا مسرحا لها.